السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يمتلكون الأهداف دائما ينجحون لأنهم يعرفون إلى أين ذاهبون رغم كل الداء وكل العداء. كن كالنسر في قمم السماء، لا شيء يدعو للحزن ولا شيء يدعو للبكاء. انطلق، تكلم ما دمت تحلم بالبقاء. غير حياتك وعبر أن الإرادة كبرياء. الكلام يا شباب هيكون بخصوص او بالاعم، تمام، لكن يعني الاخص ازاي العرب تفوز بكاس العالم. والموضوع بس مش كاس العالم بس، في اي مجال في الدنيا الاجانب والغرب فعلا مسابقنا بمراحل. طب ايه السبب؟ هل الناس دي مولودين مواهب وجبابره واساطير في كل المجالات واحنا اللي مولودين ما عندناش قدرات ولا اي حاجه وضعفاء والكلام ده؟ احيانا ممكن يجيلك الضعف بثقتك بنفسك بسبب الاحاسيس دي، اوكي؟ دايما تشوف الامريكي مايكل فيليبس، مش عارف بروس لي في الصين، جون كلود فان دام مش عارف بلجيكا، كريستيانو رونالدو في البرتغال، مش عارف مين، وكونر ميجريجر وجون سينا، امريكا امريكا امريكا، الغرب اوروبا، وما تشوفش ناس في العرب كتير. طب ايه الفكره؟ اشمعنى بره عشان كده يهموك وتحس ان هم ناس عمالقه وناس جبابره؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل العربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. اغلب المجتمعات عندنا العربيه للاسف للاسف نلاقي الناس اللي مش واخده حقها هي اللي محتله القمم، هي اللي محتله الحكومات، محتله المناصب، محتله الالعاب الرياضيه، محتله محتله محتله. عشان كده لما صعب تلاقيهم يظهروا في بطولات عالميه وصعب يكسبوا بطولات عالميه في رياضات كتير، تمام؟ لما الواسطه والمحسوبيه تخش في كل شيء بتبوظ كل حاجه. فبالتالي احنا محتاجين نعطي كل ذي حق حقه. الامام محمد عبده سافر دول كتير جدا في اوروبا وفي الغرب بره، و شايف هناك معاملتهم لبعض في الرقي بتاعهم وفي المساعدة وفي الدعم وفي الموهوب ياخد حقه، مش الوسائط بقى والمحسوبية والكلام ده. ولما رجع هنا في الدول العربية طبعا لقى مقارنة شديدة جدا، قال: هناك رأيت مسلمين بلا إسلام، وهنا رأيت إسلام بلا مسلمين. يعني الناس اللي مش على ملة الإسلام بيطبقوا الإسلام في العدل وفي المساواة وكل واحد ياخد حقه، وهنا للأسف المحسوبيات والوسائط وي 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 وفساد ورشاوي، حاجات دي موجودة من زمان. أوكي، هم برضو مش ملايكة، هم عندهم أخطاء، تمام، وإحنا عندنا أخطاء وهم عندهم عيوب وناس ناجحة واحنا عندنا عيوب وناس ناجحه. لكن الفكره في الكل، ايه اللي مخلي دولتك دوله متاخره او دوله ناميه، واللي مخليهم دوله متقدمه مع ان يا كابتن هم عندهم ناس برضو بتمشي غلط؟ الفكره كلها ان احنا عندنا نسبه الناس اللي تفكيرها غلط واللي بتفسد اكتر من عندهم. فالمعادله بالتالي بتمشي بمقوله السيئه تعم والحسنه تخص، تمام؟ فالحاجه لما تكون وحشه اكتر بتنتشر اسرع وتحس ما فيش يعني تقدم في البلد، بعكس هم عندهم الحاجات الكويسة أكتر، أوكي؟ أحمد زويل العالم طبعا القدير ربنا يرحمه قال كلمة جميلة جدا، قال: الغرب ليس عباقرة ونحن أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. فسواء كاس عالم عشان نكسبه ولا عشان نتقدم اقتصاديا ولا عشان نعمل حاجات كتير جدا، لازم نبدأ بالعوامل اللي أنا أقولها لكم دي كلها. أولا الثقة في ربنا عز وجل، ربنا خلقني يبقى ليا دور في عمار الارض. ثانيا الثقه بالنفس، ان انا واثق، انا انسان، ربنا خلقني ليا حواسي، بشوف يا ربي، بسمع، بشوف، بحس، بمشي، بجري، برك، بعمل كل حاجه، يبقى انا زي البشر. ليه ما شغلش عقلي؟ ليه ما يكونش عندي اهداف؟ ثقة بالنفس برضو بتعلمني ان انا هواجه صعوبات. من سنة الحياة لازم ربنا يبتليك ولازم تحط صعوبات قدامك، والصعوبات دي هي حلاوة النجاح. ثقة بربنا، ثقة بالنفس، عندي طموح وعندي هدف. بجانب الطموح والهدف احاول ما استقلش بنفسي، ما اقولش ايه ده انا هقابل مثلا منتخب روسيا، هقابل منتخب اوروجواي، هقابل منتخب امريكا، البرازيل، ايه اللي يفرق؟ هو انسان وانت انسان. هتقولي هو موهوب وانا وهو موهوب اعلى مني، هو الموهبة لوحدها لا تكفي يا جماعة. الموهبة، اوعى تفتكر ان واحد مولود مارادونا ده ولا ميسي ولا جاكي شان مولود كده اسطورة، لا،
موهبة 1%، لكن ال 99% جد واجتهاد وتعب. لازم يكون عندي ثقة بربنا، ثقة بالنفس ان ده مش احسن مني، ما اعملش نفسي ان انا قليل. ده اللي شفناه مثلا في منتخبات العربية، ده كلهم داخلين يدافعوا يقولك الخبرات ونقص الخبرات. ايه نقص الخبرات والكلام ده؟ ما تخش تثبت نفسك. مش انت لاعب كرة بتاخد ملايين الفلوس، بتاخد فلوس وبتلعب هنا وهنا. انزل انزل اثبت نفسك، قول لنفسك انا هعمل حاجه. ايه يعني منتخب كبير منتخب صغير؟ هي دي الفكره. هم كمان بيلعبوا بنفس المبدا ده، بيلعبوا بالروح القتاليه، بالروح القتاليه دي. في كاس العالم قبل كده اسبانيا طلعت من الدور الاول، فرنسا طلعت من الدور الاول، منتخبات كتير طلعت من الدور الاول. المكسيك مثلا في كاس العالم ده لما كسب بطل العالم، لما كسب بطل العالم المانيا، شفتوا كسبوا ازاي؟ اكيد عندهم البدء دي. احنا داخلين ايه يعني المانيا؟ لكن احنا هنا نفضل ندافع وخايفين يخش فينا جون. لا، ما تلعب، ما تقاتل لاخر نفس. فكل المبادئ كده يا جماعه محتاجين يكون عندنا ثقه بربنا، ثقه بالنفس. عندنا هدف، الهدف عشان تحققه لازم تخطط له، اخطط له وما استقلش بنفسي خالص. انت انسان ربنا عز وجل خلقك زيك زي اي حد، اعافر، اتعلم من اخطائي، احاسب نفسي يوم من بعد يوم، اتابع الناس الايجابيه الناس الناجحه، ابعد عن السلبيات، اتابع السلبيات يعني بصوره قليله قوي قوي قوي، لكن الايجابيات اتابعها بصوره عميقه، السلبيات بصوره سطحيه، لكن الايجابيات اتابعها بصوره اعمق. ما استقلش بنفسي. لو دخلنا وعندنا العوامل دي والامكانيات دي، مفيش حاجه تقف معانا. هنكسب كاس عالم، نكسب اولمبياد، نكسب اي بطوله. الحاجه بقى الاهم المسؤولين. بوس ايديكم بالله عليكم، كفايه رشاوي، كفايه فساد، كفايه ان احنا ندي واحد يعني منصب او حاجه هي مش من حقه. لا، اشتغلوا بالكفاءات، اشتغلوا بالقدرات. سيبكم الموضوع ده غني وده فقير وده ابن وزير وده ابن رئيس، ابدا عمرنا ما نتقدم بالشكل ده. لو شفنا واحد عنده موهبه في اقتصاد نعينه، شفنا واحد موهوب في رياضه وحاسين ان هو يحقق ميداليه، يحقق انجاز، ندعمه، نقف جنبه. بلاش يا جماعة شغل البيزنس والمصالح ده، بلاش شغل الوسائط والمحسوبيات ده. هم برة اتقوا ربنا عز وجل. لا فضل العربية على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. هم عندهم التقوى والعمل الصالح فربنا عز وجل، علشان كده إيه ربنا وفقهم. لو جبنا واحد كافر، إنسان كافر وإنسان مؤمن سقطوا في الماء، الكافر لا يجيد السباحة والمؤمن لا يجيد السباحة، لنجى الكافر وغرق المؤمن. إن الله لا يحب الجهلاء. لازم تشتغل، لازم تسعى، لازم يكون عندك هدف في الحياة، سنة الحياة. فيش حاجة اسمها أنا هدعي ربنا يا رب نفوز بكأس العالم ويا رب نكسب ويا رب، أبدا. أوكي، ادعي براحتك وقرب من ربنا، لكن في الحياة مختلفة شوية. ربنا خلقنا بحاجة اسمها الحرية الإلهية. ربنا خلقك مديك حرية من عنده، لازم تسعى أو لازم تشتغل. مفيش حاجة اسمها ده مسلم وده مسيحي وده يهودي، أبدا. المعادلة مش كده، المعادلة اجتهد في الحياة هتلاقي الدين بتاع ربنا، تمام؟ يعني ربنا عز وجل انا واثق انه ما بيظلمش اي حد خالص. اجتهد هتلاقي، توفق هتلاقي. لو عندنا عوامل دي يا جماعه تاني هنكسب كاس عالم، هنكسب بطولات. كفايه بقى تخشوا بقى الملعب وانا خايف وانا مرعوب وانا مش عارف ايه، بتاخدوا ملايين اعملوا بيها. ثقه بالله، ثقه بالنفس، طموح، اصرار، اراده، تخطيط، اعمل نفسي ان انا مش قليل. ده كل اللي انا قلته. لو طبقنا في اي حاجه هنرتقي وهنتقدم. وقبل ده كله نتقي ربنا عز وجل في اي شيء، اكيد ربنا يوفقنا. وانا اسف ان طولت عليكم والكلام ده خرج من كل قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.